وسهلا. الحين راح نكمل تساؤلات واسئلتكم اللي طرحتوها علينا بالتويتر وباليوتيوب. طبعا بالبدايه نعتذر اللي ما قدرنا نجاوب على تساؤلاتهم لان جتنا اسئله كثيره جدا، اخترنا بعض الاسئله بشكل عشوائي، وكذلك اللي ما جبنا سؤاله عشان التوقعات، يعني احنا حاولنا نتجنب التوقعات عن المسلسل بقدر الاستطاعه يعني. لذلك نبدا الحين باول سؤال عندنا. عندك سؤال ركان؟ ايه، في سؤال مهم اللي هو من ابو فارس، يقول كيف قدروا اطفال الغابه والرجال الاوائل يهزمون الاخرون ما قدروا يهزمون الاندلز؟ نجاوب، بس تحيه لابو فارس من اصدقائنا بتويتر. كيف الرجال الاوائل ما قدروا يهزمون الاندلز واستطاعوا يهزموا الاخرون؟ بالضبط. طيب تكلمنا قبل ان الليله الطويله ما لها تفاصيل، يعني بالروايه نفسها وباللور ما في تفاصيل نهائيا، لأن التاريخ بالوقت ذاك ما كان مسجل، ما سجل التاريخ إلا مع قدوم الأندلس أو الأندليين عقب سنوات، مئات السنوات. لذلك كل القصص الموجودة هناك أساطير ولا نقوش ولا أغاني، يعني شيء ما هي تعتمد عليه. لذلك ما في تفاصيل أصلا كيف الرجال الأوائل وأطفال الغابة استطاعوا أنه يهزمون الأندلس والآخرون. ما اصلا ما نقدر نجزم اذا هزموهم او لا، ما نقدر نجزم، بس الاساطير تقول انهم هزموهم، بس ما ندري هل هو صحيح او لا، ولا ندري التفاصيل كيف هزموهم، كيف الطريقه، هل كان صدق في بطل ومن هالكلام. وغالبا عصر الابطال كذا كله يعني ما في تفاصيل كثيره عنه، كلها اساطير وقصص وقصص اغاني وقصص يعني غالبا. بالضبط. اما كيف استطاعوا يهزمون الاندلز، بالوقت ذاك ما كانت الممالك فقط 7، كانت في عدة ممالك، مثل دورن على سبيل المثال كان في عدة ممالك. الشمال كان في ممالك صغيرة، في البولتن كل شوي يتمردون، مختلف فوستروس كان في ممالك كثيرة، مع أن في ممالك 7 أو تقدر تقول 6 ستار كانوا موجودين وكانوا يحكمون الشمال، فيه الدورندن وغيره من العوائل، بس إنه ما كانوا متحدين، الممالك ما كانت متحدة لأنه قبل آلاف السنوات. وغير كذا الأندليين ما استطاعوا أنهم يهزمون جميع الفيرستمان، بعضهم تحالفوا معهم وعن طريق الزواج استطاعوا أنهم يحكمونهم مثل لانستر، بعضهم أصلا هم طلبوا مساعدة الأندلس مثل سكان جزر الحديد، اتحدوا مع الأندليين، وفي بعضهم مثل الوادي فازوا بالقوة لندن، لأن العوائل اللي كانت هناك ما كانت متحدة نهائيا. هذه من الأسباب الرئيسية اللي انهزموا علشانها. بس في مملكة الشمال اللي تعتبر نصف وستروس ما استطاعوا أنهم يحتلون الأندلس، خسروا عدة مرات عن طريق منطقة العنق أو دانك، كذلك جو عن طريق الشاطئ من منطقة ذا ووبينغ ووتر أو المياه الباكية، وكذلك انهزموا. وواحد من ملوك ستارك ظاهر اسمه ثيون الذئب الجائع، هو اللي كان الملك بالوقت ذاك، ومن القصص انه راح لمنطقة الاندلس اللي هي تسمى الاندلس الظاهر، وقتلهم هناك وجابهم، جاب عدد من اللي قتلهم يعني، وعلق رؤوسهم على شواطئ الشمال كرسالة يعني انكم ما راح تحتلون المملكة هذه. لذلك ما تقدر تقول انتصار 100%، صحيح انهم اخذوا مناطق كثيرة بس في عدة اسباب مختلفة يعني. ناخذ سؤال بعده، ناخذ سؤال ثاني. ياسر يقول يعطيكم العافية على مجهودكم. الله يعافيك. حسب قراءتكم لرواية الجليد والنار، من أفضل شخصية تميلون لها زائد شخصية تكرهونه؟ ركان عطنا شخصية وأنا بعطيهم شخصية. تحبه وتكرهه شخصية ولا شخصية كفصول يعني أستنى الفصل متى يجي؟ هو يقول على حسب قراءتك، لذلك أتوقع يقصد كذا يعني. اوكي، بران ستارك هو الوحيد المختلف عن باقي الشخصيات. يعني كل الشخصيات في الكتب قصصهم تتمحور حول السلطه والسعي خلف السلطه والحروب والمعارك، الا بران ستارك لما يجي فصل بران ستارك عن السحر وعن الاولد جاد وعن القوه السحريه، فبران ستارك مختلف. طيب، اما شخص اكره فصوله ما في شخصيه اكرهها كره صراحه، بس يعني اذا بقول بالبدايه ما كنت احب فصول هذه الشخصيه، بعدين صرت اوكي اقدر اقرا الفصول، هي فصول سانزا ستارك. بداية كانت كريهه مره يعني، اول كتابين جدا كريهه، بعدين بالكتاب الثالث لما اولينا تايريل وصلت للعاصمه اختلف الوضع يعني، صارت فصول سانزا ممتعه شوي. هي ساني ستارك بالبداية كانت كريهة، شخصية كريهة. أتفق معك لحد ما. يعني أنا بالنسبة لي أفضل فصل يعني هو آريا، وترى قريبة من بران، يعني مغامرة وفي سحر شوي. ما تتفق معي من الناحية دي يعني. آريا فصولة مؤلمة ترى، مؤلمة جدا فصولة. إيه بس أقصد إنه ممتعة للقارئ، يعني لو فرضا الفصول اللي بالكتاب الأخير كانت جدا ممتعة. أقصد به رحلة يعني، دايم قصته أماكن مختلفة، سحر اللي هم الفيسلسمان وطرقهم العجيبة. بالبداية تنقلت كثير بريفرون، كينجز لاندنج أول ما هجت من كينجز لاندنج، لذلك إيه فصولة كانت جدا ممتعة. مؤلمة بالبداية، مؤلمة فصول آريا. الكتاب الأول شفنا قصاص نيد ستارك فصل آريا، فصل آريا إيه كان منظر مؤلم لما طفلة عمره 9 سنوات وتشوف ناس وتشوف حشود من البشر يتجهون صح. إلى مكان تتجه معاهم وهي ما تدري وش السالفة. صادقين كانت تمشي مع البشر إلى أنه وصلت قدام معبد بيلور ولقت نيد ستارك موجود وراح يقصون نيد ستارك اللي هو أبو البنت. فشيء مؤلش، منظر مفجع، والبنت عمرها 9 سنوات. إيه ترى إلى فصوله الأخيرة تراه هي فيها يعني فصوله اللي مع الفيسلسمان في فصول بعد جدا تصير حزينة ولا مؤلمة، بس أنا اللي أقصد من ناحية متعة القراءة ما متعة فصوله، بغض النظر عن الحزن وأول الفرح. وأنا اللي قارنته ببران، يمكن هم أكثر شخصيتين مختلفين من ناحيتي. أنا أتفق معك يوم قلت بران مختلف، لذلك آريا أقدر أصفه بجانب بران من الناحية ذي، لأن بران تقدر تقول غير عن ويستروس رايحين ورا جدار، آريا برضو برا ويستروس رايح المكان غريب ومجهول اللي هو حق الفيسلسمان. كلهم أطفال وكلهم أطفال. وبرضو ترى جورج قال إنه من أصعب الفصول اللي يكتبه فصول بران، لأنه بران صغير ولازم ينقي كلمات تنقي على قولتهم، لذلك أتوقع نفس الكلام ينطبق على آريا. آريا بعد شخصية صغيرة. أنا أقول لك يعني إنه من الفصول فصول آريا كانت مؤلمة، لأن زي ما قلت في البداية إنه هي شفنا موت نيد ستارك من وجهة نظر آريا أو فصول آريا. شو لما آريا وصلت إلى توينز ماتوا اي صحيح، صار الردم حتى هي يعني غيرت شخصيتها يعني، صار امر مؤلم يعني بالنسبه لاريا، وتتعاطف مع هذه الشخصيه غصب. صادق. بالنسبه للشخصيه اللي ما فضل فصوله انا اتفق مع راكان، سانسا، ونفس الكلام حرفيا الى الكتاب الثالث تقريبا. يوم بالكتاب وليمه للغربان صارت افضل بعد فصوله يوم راحت للوادي ايرن، ممكن عشان المكان تغير أو شيء زي كذا، وحتى شخصيتها بدأت تتغير. الشخصية بدأت تتغير أكثر. طيب أنا بضيف للسؤال نقطة، وش الشخصية الجانبية اللي تفضله اللي ما له فصول؟ أنا بالنسبة لي يورين غريجوي، ظهوره بالكتاب الرابع كان جدا جميل، يعني ترى ما له فصول وشخصيته مختلفة تماما عن يورين غريجوي اللي بالمسلسل، من أكثر الشخصيات اللي تختلف يعني، لذلك صدق فصوله كانت تعجبا جدا، شخصيته مثيرة للاهتمام. بالنسبة لك شخصية ما أدري إذا هذا يعتبر ما له فصول، لكن شخصية كنت أبي أعرف عن هذه الشخصية أكثر، مو استمتعت بظهور الشخصية لأن ظهور الشخصية كان قليل. ريكون ستارك متوقع انه راح يكون له كل الفصول بالكتاب السادس، الا انه صدق ما له ظهور، ومظهر ما تكلم الا كلمتين طول بس ظهوره كان شيق يعني. كان عنده جرين سايت يعني، كان مستقبل انه يكون جرين سيار، حتى مستقبله بالقصه جدا مهم يعني، احداثه الجايه جدا مهمه. وريث احد الورث الوينترفيل، ووجوده يعني انه مكان يعني حوله اعداء كثير. لكن في شخصية ثانية، إذا بقول شخصية ثانية ودي إنه يكون له فصل وفصول، فارس كان ودي نشوف. توقع يصير له فصل ولا الكتاب الجاي ممكن؟ هو كان موجود هو كان الفصل الختامي للكتاب الخامس، كان عن فارس، أو كان ظهور كان ظهور فارس. كان فصل كيفن لانستر، ترى من الشخصيات المميزة يعجبك جدا كيف اللانستر شخصيه واقع، ومن ترى من افضل الشخصيات اللي باللانستر. يمكن في ناس يقولون اللانستر ما لهم شخصيات طيبه كثير، او انه ترى كيف اللانستر مختلف تماما عن باقي اللانستر عن المسلسل وعن المسلسل كذلك. حتى ظهوره مع سيرسي لما الكتاب الرابع كان له حوار مع سيرسي اول حوار بينه وبين سيرسي من الحوارات الخالده بالكتب صراحه. ما بيحرق الحوار، روح اقرا الكتب. تسويق. تعرف اللي انت تعرف الحوار صح اللي كانت تطلب انه يصير يد ملك، اللي حتى سيرسي سوت شيء يعني صار في حدث بينهم يعني، بس كان يعني انه ادب سيرسي. لا شخصيه هو ترى اخذ من تايوين قوي جدا، وشخصيه تعتبر له ثقله يعني. وحتى انا صراحه يعني زعلت شويه يوم انتهت شخصيته بالكتاب الخامس بالكتاب الخامس، وحتى بالمسلسل يعني حضور بالمسلسل لما ما كان ضعيف الحضور يعني مو بحضور شخصيه قويه. طيب نكتفي بالسؤال ده، ناخذ سؤال ثاني. طولنا شوي بالإجابة على السؤال. في سؤال من ياسر يقول ما هي التبعات التي ستحدث عندما يعلم جون أنه تارجيريان وأهل الشمال أيضا، وهل ممكن جون يتحكم في واحد من التنانين؟ إذا على التبعات فأهل الشمال عندهم مقولة شهيرة يقولون قالوا بالمسلسل السيزون السابع التارجيريان cannot be trusted، يعني التارجيريان غير جدير بالثقة وما نقدر نثق بشخص تارجيريان. كانوا يقصدون بذاك الوقت دينيريس، لكن لو يعرفوا إن جون تارجيريان بلا شك راح يقلبون على جون. حتى لو لو إنهم يعني شايفين إنه جون متربي عند ستارك وهو ابن ستارك، لكن عندهم نظرة إنه لا العرق دساس زي ما نقول بالعامي. فأتوقع إنه جون حتى لو عرف جون راح يخفي هذا الشيء عن أوائل الشمال. هو يعرف حساسية هو اوريدي يعني راح يشوف الحساسية اللي راح تصير بين دينيريس وبين عوائل الشمال، فما راح يزيد الطين بلة ويقول أنا تارجيريان. أوكي أنا شف أحترم رأيك، بس أنا أختلف معك بنقطة معينة، لأن دينيريس أصلا جاية الحين للشمال، لذلك إذا هم قبلوا جون هذا هم قابلين دينيريس أنها تصير ملكتهم الشرعية، لذلك ما راح يقبلون على مضض يعني ما راح يقولون والله تعال أنت يعني خلاص بس بيوم وليلة. بالرواية دايم إذا صار فرضا إذا في عائلة رافضة أنها تخضع أو أنها ما هي متقبلة الموضوع، إيش يصير يعني عن طريق الزواج، يعني إذا صار فيه علاقة بين العائلتين الأمور تصير أفضل. لذلك لو يفكرون بموضوع بناحية ثانية أن هذا الوريث الشرعي لحكم وستروس أو الأيرون ثرون هو نصف شمالي أو تقريبا 90% شمالي يعني لو فكرنا بالموضوع، لذلك ليش ما نقبله أكثر من أن نقبل دينيريس؟ صحيح أنه تارجيريان بس أنه بنفس الوقت ولد ريانا ستارك مربيه نيد ستارك اللي حرر وينترفيل، لذلك لو تشوفها من الجانب هذا عفوا ممكن أنهم يتقبلون الموضوع. طبعا بالرواية الموضوع أعقد، بس احنا نتكلم عن المسلسل. أنا ما أشوف إنه راح يتقبلون بكل يعني ما عندهم هذا التفكير العميق يعني. أهل الشمال سطحيين بتفكيرهم يعني، عوائل الشمال عندهم نظرة جدا عادية للتارجيريان والحكم التارجيريان، فما راح يتبعون بكل. حتى لو كان جون سنو متربي بالشمال ما أشوف إنه بهذه البساطة يعني إنه أوكي راح نكسبك كحليف لنا، مع إنك أنت يعني ريد يعني هاف ستارك هاف تارجيريان. حلو. طيب في سؤال، خلنا ناخذ سؤال ثاني. طيب فيه WR يقول أتمنى تتكلمون عن العوائل غير المعروفة بالمسلسل وحروبها بين بعض. يقصد ظهر نتكلم مقاطع ثانية. طبعا احنا تكلمنا عندنا مقطع تكلمنا عن عوائل الشمال، وركان ممداك مسوي مقطع تكلمت عن عداوات بين العوائل، في عوائل كثير يعني وفي إن شاء الله بالمستقبل راح نتكلم أكثر وأكثر. هيدر باليوتيوب بيقول هل جوست مهم في الكتاب ولا حاله من حال المسلسل؟ ايش رايك عبد الله؟ لا طبعا جوست مهم جدا بالروايه، دايم كان مع جون سنو، له احداث كثيره بالكتاب الثاني والكتاب الاول على ما اعتقد. حتى الذيابه بشكل عام، ذيابه ستارك لهم احداث جدا مهمه بالروايه وظهورهم كثير يعني، خاصه سمر وجوست. ظهورهم أهم بكثير من المسلسل. إيه هذا الجواب يعني. جوست مهم جدا بالكتب، مرة مهم. جوست أول شيء كان يعني مثل ظل جون سنو، وين ما يروح جون سنو جوست معه. جوست تنبأ بالكتاب الأول وحتى بالمسلسل الجزء الأول بهجوم الوايت، الجثة اللي هجمت على اللورد كوماندر داخل كاسل بلاك. جوست هو اللي صحى جون سنو من النوم، يعني عارف بالخطر اللي موجود داخل كاسل بلاك. جوست هو اللي لقى دراجون جلاس بقبضة الرجال الأوائل بالكتب. المسلسل اللي لقاه سام تارلي، لكن بالكتب جوست هو اللي كان يحفر لين جاء جون سنو وشاف انه جوست قاعد يحفر بمكان، كمل حفر جون ولقى الشدة اللي فيها الدراجون جلاس. فجوست بما انه يعني انا اتوقع انه له علاقه بالاولد جاد وما الاولد جاد وسحر الاولد جاد بطريقه ما، لانه يعني عارف بالأذرز وعارف بالوايت ووكرز وعارف بالدراجون جلاس، وكلها امور يعني مرتبطه بالاولد جاد بطريقه صحيح. ما فجوست مره مهم بالكتب. عاد انا اقول شيء، اقول سامر، لانه مثل ما قلت انت جوست جدا مهم، وسامر لان بران ما يقدر يمشي وهو يعتمد على الروق بالحيوانات، ولذلك يعتمد على سامر بشكل جدا كبير. اصلا يكون سعيد انه يتنقل ويروح يدخل ايه بجسم سوى ورق على سامر بالضبط، كان اصلا يستلذ بطعم الدم ايه بران ستار. طيب عندنا سؤال ثاني هنا يقول حسان، كيف ممكن بران يساعد جون ضد النايت كينج؟ كيف ممكن بران يساعد جون؟ ايش رايك؟ بران لو يعني انا قلت انه من افضل الشخصيات عندي بالكتب حتى بالمسلسل، لانه بران مختلف عن باقي الشخصيات. بران عنده قدرات، لكن لازم ناخذ بعين الاعتبار انه بران طفل ومبتدئ، يعني ما انهى تدريبه بكافه رياي دريبن، فإلى الآن هو جاهل بالقدرات اللي يملكها، القدرة السفر عبر الماضي. وعموما يعني ما نعرف إذا الجرين سير يرى المستقبل أو لا، يعني مكتوب باب عالم أغنية الجيد والنار The World of Ice and Fire فصل جرين سير إنه جرين سير يقدر يشوف المستقبل، لكن ما نقدر نجزم. لمحات يعني لمحات المستقبل. لكن ما نقدر نجزم بهذا الشيء إنه يشوف المستقبل. في تلميحات انه بران يشوف المستقبل بالكتب، بالمسلسل صار هذا الشيء لما شاف التنين يطير فوق العاصمه، لما شاف الوايلد فاير بالعاصمه كينج لاندك، لما سيرسي فجرت معبد بيلور. كل هذه الامور طلعت برؤى كذا بفلاش، برؤى كذا بسيطه بس انه ما هي مسيطر عليها، ما يقدر يسيطر عليها بالضبط. فبران ستارك لو عرف القدرات اللي هو يملكها ممكن يكون هو الحل للخلاص من نايت كينج، لأنه نايت كينج أصلاً متوجه لبران ستارك. وقلت هذا الشيء بمقطع نزلته في قناتي، يعني أقوى شخصية بجيم اوف ثرونز. فبران ستارك مرة مهم، لكن يبقى طفل وما هو عارف هو شكل قوته. إيه ما هو عارف إلى الآن، هو نفسه يقول يحتاج تدريب. واحدة من العوامل المهمة بقوة بران بمسلسل أتكلم، ممكن إن تصير فائدة كبيرة إنه يكتشف أسرار من الماضي، يعني مثل ما رجع وشاف ريجر وليانا، ليش ما يرجع الماضي النايت كينج؟ يمكن نعرف بمساعدة سام تارلي مثلا، ممكن نعرف كثير عن النايت كينج من الموسم القادم عن طريق بران. ذلك بران عنده قوة، وعنده حتى يقدر يتحكم بالحيوانات، يقدر يتجسس، يعني شخصية مهمة جدا. هو اللي راح يكون، اتوقع راح يعرف خبر سقوط الجدار قبل الكل، يعني راح اول واحد يوصل الخبر. اي راح يكون شايف هذا الشيء. عاد مشهد جميل بالموسم الماضي يوم دخل عليه الطير والنايت كينج، لا إيه؟ يوم دخل عليه سام قال له ان جون ودينيريس جايين وينترفل، قال له شفت الشيء ذا؟ قال لا جاي غراب يعني. كان مشهد رهيب، تحس انه مشهد يذكرنا ببران الطفل حرفيا، بران قاعد ريفن لأنه تغيرت شخصيته شوي جدا، تغيرت شخصية بران. طيب صالح بتويتر يقول هل ممكن نشوف قفزة زمنية بالموسم الأخير؟ حتى لو صار ما اتوقع يصير نفس الموسم السابق، لأنهم عرفوا خطأهم، لذلك ما اتوقع يصير في ممكن بنهاية المسلسل يصير في قفزة زمنية وش صار بعد 3 سنين بيصير شيء جميل يعني، يورونا المستقبل القريب يعني، بس اقصد بنفس الاحداث ما اتوقع يصير فيه. بالضبط، انه نفس صرحوا الكتاب انه ما راح يكون، هم عارفين انه هذا الشيء صار بالجزء السابع وكان خطا، لكن ما راح يكررونه او راح يحاولون يتفادون قدر الامكان مساله التايم ترافل اللي هي اللا منطقيه بالمسار الزمني. بالضبط. طيب عندي سؤال هنا من محمد يقول كيف تتحكم دينيرس بالتنانين؟ لأنهم يفهمون إيش تريد بدون ما يوضحون الكلام بالمسلسل، يعني ما يوضحون كيف هي تتحكم بالتنانين. كيف تتحكم؟ لأنه هي يعني بروسس أو العملية طويلة. إنه تارجيريان معروف إنه إذا ولد عندهم طفل جابوا بيضة التنين عند الطفل لين يكبر وراح تفقس، ويعني يصير في صلة معينة بين صلة مجهولة بين أهل فاليريا عموما وبين التنانين. احنا نعرف بأولد فاليريا كان في أدوات تستخدم لقيادة التنانين مثل الدراغون بايندر، بوق كبير جدا اللي يحصل عليه يورين. إيه إذا نفخت فيه بالكتب طبعا، ما في ما هو بالمسلسل. إذا نفخت فيه راح تخضع التنين لك. ما ذكر هذا الشيء بويستروس انه موجود وتارجيريان استخدموه بويستروس، لكن مذكور انه كانوا يستخدم بأولد فاليريا. كانوا يستخدمون زي السرج يصممون. وعموما الرايدر للتنين او التنين اللي يكون له رايدر او يكون له راكب ما يقبل راكب اخر حتى لو كان اخوه. يعني غالبا يرفض يعني او يقاوم. يرفض. اي ما يعني يخضع لشخص واحد. يعني مثلا دراغون اذا خذوا من اذا خذوا من الكتب او اذا خذوا مبدا التنانين اللي صار بالكتب، ما راح يركب جون سنو على دراغون، راح يركب على ريجر. لا ريجر متاح، ما فيه رايدر ريجر، فراح يكون هو الاول. اما دراغون ركبت عليه دينيرس الا اذا دينيرس ماتت. هذا وقت ممكن يكون فارغ. اي لان نفس فاليريون صح، نفس فاليريون. ففعلا اذا شخص مات او اذا الرايدر مات التنين يقبل رايدر اخر، بس انه حتى ولا ترى انا اسمخي ولا لا صادق، بس انه ما يقبل حتى بسهوله. يعني تقدر تقول لازم زي الترويض او لازم تروضه بطريقه معينه. يعني في بدانس وذ دراجونز الحرب الاهليه اللي صارت بين التنانين، بين التارجيريان التنانين حرفيا، كثير من اللي حاولوا يركبون التنانين رفضت التنانين، اي واحرقتهم كثير، مات او بلاوي صارت لذلك. وفي بعضهم استطاع، خاصه اللي بهم دماء فاليريه. لذلك جون ممكن يقدر يركب تنين، لكن ما بشكل بسيط إذا حاولوا يتعمقون بالشيء ذا. وعلى ما قلت أنت صح، حتى ركوب التنين بالرواية التارجيريان كانوا يحطون سرج وصوت، لذلك بالمسلسل أبسط الموضوع، دينيرس تركب وتطير بدون أي شيء، حتى بدون سرج، بس تتمسك ويلا دراكارس حرفيا. لذلك ممكن نشوف الموسم الجاي عاد وش يصير. في سؤال هنا كويس يقول وش الفرق بين موت جون في الشو وفي الكتاب؟ وش صار في الكتاب بعدها؟ طيب بنقول الفرق، في فرق بسيط يعني بين موت جون بالشو والكتاب. بالشو يعني الفكرة تقريبا واحدة، انه خالف قواعد حراس نايت واتش، بس الأحداث جدا مختلفة. يعني باختصار أنه كان الوايدنج موجودين ومجتمعين بقاعة، هو واصله رسالة رمزي اللي هي الرسالة الوردية، وكان جون مستفز جدا. طبعا سانسا ما هي بالأمه ولا هي بقريبة من عنده، وكان معه مورمنت، وتشاوره هو وياه مورمنت عفوا قائد الهمج تورمنت. ايه، وقرر أن جون ياخذ اللي يبي يجي من النايت واتش ويروح يحرر وينترفيل مع العوائل الشمالية، يعني لأنه عقب الرسالة صار رمزي تهديد الحراس الليل وبس. ايه حراس الجدار. عقب ما قال خطابه طلع برا وسمع صوت، لقى التنين العملاق 1-1 قاعد يصبخ بواحد من فرسان ستانس، لأن بعض فرسان ستانس كانوا موجودين بكاسل بلاك. وبنص الاحداث ذي جو طعنوه اللي هم بعض من اخوته بالقسم. لذلك الاحداث مختلفه وفي عوامل كثيره مختلفه، يبي له مقطع عشان نتكلم عنه، بس هذا باختصار يعني. واخر كلمه قاله اي اخر شيء يوم طاح قال جوست. هذه ما صارت في المسلسل، هذه ما صارت في المسلسل، كانت اضافه كويسه لو إيه. كلام لو يعني بمعنى انه قال جوست يعني راح صار يعني وورق على جوست، ممكن احتمال كبير انه صار وورق على جوست، ممكن عشان كذا يرجع بالطريقه ذي يرجع احتمال كبير انه يرجع بالروايه، بس ما ندري شلون بالضبط، بس اكيد من ساندرا نفسه المسلسل بيصير له دور كبير. بس على العموم الاحداث هناك تختلف بالجدار عن المسلسل، يعني في فرق كبير. اي المسلسل يعني اخذ مساله هارد هوم يعني صارت صارت المسلسل ما صارت في الكتب. اي هارد هوم النايت كينج والاحداث اللي صارت ما صارت، يعني هي السبب الاساسي لموت جون سنو بالمسلسل ما صارت في الكتب. صح، لان الهمج اوريدي كانوا موجودين يعني. في سؤال بس ما حصلته هنا، بس يقول انه هل بما انه متعلق بالموضوع، يقول هل جون او ستانس اللي خلى الهمج يدخلون بالجدار، اللي خلى الهمج يدخلون جون وستانس، تقدر تقول كان ما هو ضد الفكره، بس جون هو سبب اثنين يعني. ما بعض اي لا بس هي كانت فكره جون والسعي حق جون، بس ستانس كان تقدر تقول داعم للفكره. شو اسمه، حتى اجراءات دخول الهمج كان فيه رهائن وفي يعني شغله طويله اخذت شابتر كامل بس هم يدخلون الجدار، لذلك اكثر تعقيد المساله. بس تشوف المسلسل اضاف لهذا الشيء، حضور النايت كينج ومعركه هارد هوم والشيء اللي صار، الاكشن اللي صار. انا اشوف بعد المسلسل يعني أبدع نقدر نسميه أبدع بطريقة مختلفة. إيه جدا أيه. يعني حتى لو أنها مخلقة وقصة من العدم أيه. أوجدوا قصة جديدة، أبدعوا بقصة هارد هوم جدا. صدق أنه مختصرة وبعد أحداث، بس أعطونا شيء كويس يعني. هارد هوم كان كويس مع أنه إلى الحين ما صار بكتاب، محاصرين هناك الهمج جزء إيه جزء منهم محاصر هناك، جزء منهم عبر من الجدار. بس على ما قلت أنت اللي بالشو كان كويس. طيب عندك سؤال ثاني؟ هيثم بتويتر يقول أفضل كتاب الخمسة كتب سونج أوف آيس فاير، وهو معدد الكتب الخمسة. فأنا من وجهة نظري أو يعني الكتاب اللي استمتعت به كثير هو الكتاب الثالث ستورم أوف سورد اللي هو عاصفة السيوف. لازم أذكر ترتيب الكتب اللي هو صراع العروش أو لعبة العروش، بعدين صراع الملوك، عاصفة السيوف، وليمة الغربان، ورقصة مع التنانين. الكتابين الأخيرة وليمة الغربان ورقصة مع التنانين متزامنة بالتوقيت، لكن مفصولة الشخصيات على قسمين. يعني تقدر تعتبره كتاب واحد، تقدر تعتبره هو كتاب واحد بالنهاية يعني. الأحداث صايرة بالتزامن، لذلك نعتبره كتاب واحد. ولأن جورج مارتن بالبداية أصلا كان كاتبه ككتاب واحد، لكن بما أنه نزل على كتابين فأنا راح أروح مع الكتاب الثالث، لأني استمتعت جدا بكمية الأحداث بالكتاب الثالث والشخصيات اللي طلعت بالكتاب الثالث. عموما الكتاب الثالث صار على جزئين بالمسلسل، الجزء الثالث والجزء الرابع المسلسل، كلها مبنية على الكتاب الثالث، لأن الكتاب الثالث مليان أحداث جدا كبيرة جدا. جيحان اتفق معك، الثالث من أفضل الكتب. برضو عندي الأول رهيب، والخامس اللي هو دانس وذ دراجونز، يعني هذولي كلهن ما أقدر أفرق بينهم، يعني من أفضل الكتب. الثاني كان بطيء بالأحداث صح؟ أي تمهيد تقدر تقول، قاعد يمهد للكتاب الثالث. ونفس كل الأشياء اللي صارت وليمة الغربان برضو ما هم مرة، يعني تقدر تقول دانس وذ دراجون يعني مقارنة بوليمة الغربان أفضل فرق. وليمة الغربان كان أنا شبهته لما تلعب لعبة تعال مفتوح وتلعب مهام جانبية، أنت كذا قاعد تقرأ وليمة الغربان، كأنك قاعد تلعب مهام جانبية بلعبة تعال مفتوح. يعني كل القصص ما هي مو كل القصص، أغلب القصص أو كثير من الفصول ما هي بهذيك الأهمية لصراع العروش. كان في شابترات جدد، شخصيات جدد، عشان كذا في ظهور شخصيات جدد. بس يعني احنا متعودين بالكتاب الأول والثاني والثالث على رتم، وصلنا بالكتاب الرابع على رتم مختلف، على شخصيات مختلفة، على ممالك ومدن مختلفة، فتحس انه شوي هدى الرتم. اي صادق. لان الكتب الاولى ثلاث قاعد تبني لشيء، بعدين شوي يهدى الرتم، بعدين ترجع للرتم بالكتاب الخامس. حلو. طيب في سؤال ثاني هنا فيه. طيب في سؤال هنا كويس من دكتور يقول لو سووا لعبة جيم ثرونز عالم مفتوح، أي شركة ألعاب ودك تسويها؟ وهل راح تجربها ولا مالك في الألعاب؟ روكستار أكيد. روكستار عالم مفتوح مرة كويسين، بس أنا جاب بالي تجي أشوف في لعبة استراتيجية أنا ألعبها اسمها توتال وور، استراتيجية ممالك، يعني تأخذ لك التاريخ الحقيقي وممالك وش اسمه، تلعب أنت بدولتك، ثم إذا جت المعركة تلعب بالجنود حرفيا 8000 10000. لذلك لايق جدا أنهم يسوون لعبة على جيم ثرونز، بيطلع شيء مجنون. قد سووا عن عالم فانتزي اسمه وورهامر، بس لو يسوون عن جيم ثرونز بيطلع شيء جدا جبار. أو على ما قلت أنت روكستار، ولا فرضا نفس استوديو روكستار، وما يكون ما تكون اللعبة بيست اون فاست فاير، اللي تصير شخصية جديدة، عرفت؟ شيء من قبل، شيء من قبل. ممتاز. طيب خلنا ناخذ سؤال ثاني هنا فيه. شوف إذا عندك سؤال. طيب في سؤال من مهدي يقول هل ما زال يوجد بشر وراء السور، يعني شمال الجدار، بالمسلسل؟ بالمسلسل بعد دخول جيش الموتى للممالك السبع. ايش رايك عبد الله؟ والله إذا كان في واحد زابن يعني صعب. صح. اي لانه صح، حتى نعرفه بالبرد، يعني ما في اكل ولا في شيء، برد جدا شديد اذا كانوا بيصورون نفس اللي بالروايه. لذلك غير انه النايت كينج مسح الدنيا كلها، وش تقدر تسوي ورا السور؟ ما في يعني، ما اتوقع نهائيا. لا. في سؤال هنا يقول هل يوجد شخصيات قتلت تنين من قبل على مر العصور في تاريخ أغنية الجليد والنار؟ في شخصيات يعني من الترجيريان أنفسهم يصيرون وكل واحد راكب تنين ويقتلون بعض، وفي مجموعة من الأشخاص قد قتلوا تنانين اللي هي بدراغون بيت، اللي هو مكان زي اللي تنانين تكون موجودة به وقت قفص لكن كبير. هو نفس المكان اللي شفناه باجتماع الأمم اللي صار بالموسم السابق. كان في واحد من ديانة السبع كانت أصلا في بحرب رقص التنانين والظروف صعبة للمواطنين اللي بكينغ زاندنج، وهذا جيشهم وراحوا بهجوم انتحاري على التنانين ذي، وقتلوا تطلع من طبعا مات منهم المئات، بس انهم بالنهاية ماتوا كل التنانين الخمسة اللي كانوا موجودين هناك. في شخصية بعصر الأبطال، وفي شخصية بعصر الأبطال اسمه سيمون فارس المرآة أو فارس المراية أو شيء زي كذا، استطاع أنه يقتل تنين ندرعه على شكل مرآة، والتنين ما كان يدري أنه في آدمي يشوف نفسه بالدرع، ألين قرب منه وغرس رمحه في عينه وقتله. طبعا هذه من القصص اللي بعصر الأبطال، من القصص اللي ما هم معروف إذا كانت حقيقة ولا، لكن بس إنها يعني لأنها رهيبة أتوقع أنها حقيقة. لكن الشيء اللي ما يعرفونه الناس إنه عدد التنانين اللي ماتوا برقصة الحرب الأهلية اللي هي رقصة التنانين حق التارجيريان، عدد التنانين 10 تنانين اللي ماتوا. كان في 12 تنين بهذاك الوقت عند التارجيريان، 12 تنين. بعض هذه التنانين يملك رايدر او يملك راكب، بعضها لا. في تنينين كانوا يعني يدوب باحجام قطط او اصغر، يعني جدا صغير. عدد التنانين اللي ماتت بالحرب الاهليه 10 تنانين، تخيل. اي لان هي قوه ضخمه للتارجيريان، 10 تنانين تتكلم عن ما يعادل الحين 100 طائره هوك، طيارة حربية. التنانين شيء ضخم مرة. السبب الرئيسي بانقراض التنانين هي الحرب الأهلية، حرب الرقص مع التنانين. طب لأنه عقب الحرب ذيك ما رجعوا الترجيريين نفس قوتهم، لأن السبب الرئيسي من قوة الترجيريين هم التنانين. طب تامر HD باليوتيوب يقول في نظرية تقول الريجار لا زال حي حكم أن جثته ما أثر عليها أحد. رأيك عبد الله؟ يا أخي يحبون الشخصيات تصير حية كذا. ليتل فينجر كثير جدا، ليتل فينجر لا زال حي، بس على الأقل ريجر تيجي أكثر من ليتل فينجر، بس ما أتوقع نهائيا. يعني بالمنطقية روبرت يقتل ريجر ولا يتأكد أنه ميت، يعني ما اتوقع نهائيا انه حي، حتى لو كان حي وش بيضيف للقصه يعني لو انه حي؟ احس ما لا لو كان حي راح يعني يعالج نفسه بعدين راح يرجع يجيش العالم، يحاول يرجع حقه بالعرش، لان اساسا في عوائل بعد ثورة روبرت في عوائل كانت مستعده ان ترجع حكم التارجيريان المرتين كانوا مستعدين انهم يرجعون حكم التارجيريان، وكثير من العوائل كانت مستعده ان ترجع حكم التارجيريان الثاني، يعني المرتين كانوا على وشك انهم يبدون ثوره، يعني خلاص كانوا على وشك انهم يبدون ثوره، انهم يحطون اسمه فيسيرس على العرش الحديدي، كانوا يعني الى ان جون أرين هو اللي هدى الامور بين الملك وبين دورنشمن المارتيل. فاذا كان ريجار على قيد الحياه ليه ما بدا ثوره، او ليه ما هو الملك، يعني بما انه هو اللي قاعد هو الملك وش قاعد يسوي اصلا طول الوقت ذا يعني بالضبط. لا اللي حي هو ولد ريجار احتمال كبير اللي هو ايجون تارجيريان، يانج جريف، ما بيجون جون سنو، واحد ثاني تكلمت عنه بقناتي بمقطع كامل يانج جريف، شيكوا عليه بالضبط. طيب في سؤال خالد عتيبي يقول هل ممكن نشوف افلام او مسلسلات فلاش باك مثل غزو ايجون فتوحاته الى اخره؟ شوف غزو ايجون يعني انا اشوفه ما بصعب انه يسوونه مسلسل، لانه ما في الا 3 تنانين، يعني يمديك تسوي مسلسل، والاحداث حقته جدا جميله، بس اتوقع ان التفاصيل حقت ذكرت كثير يعني، بس مو معناه انه ما تصير، يعني الروايه ذكرت تفاصيله وجاء مسلسل يعني عادي ما هي مشكله، بس ما اتوقع من اول المسلسلات اللي تصير، ممكن بالمستقبل واتوقع ينجح، يعني غزو ايجون كان مره مثير للاهتمام يعني. اول المسلسل راح يصير اللي هو ذا لونج نايت، وراح تكون قصته اوريجينال، يعني ما نعرف عنه شيء ابدا. لا اقصد من 5 مسلسلات الثانيه اللي ما اعلنوا عنها، لانهم هم قالوا انه شنو رقصة تنانين منين لهم ميزانيه والله يوم بيطفون. فاليريا اتوقع، فاليريا وذا لونج نايت، هم طرحوا 5 عناوين بس ما اذكر والله. هو اللي انا اتمناه صراحه مسلسل قبل التارجيريان، ما التارجيريان اقصد قبل لا يجي ايجون، بعدين يعطونا مسلسل مثل رقص التنانين، لان احداث رقص التنانين ترى مره رهيبه، بس اقصد ودي مسلسل قبل لا يصير فيه ايرون ثرون، ودي اشوف الاجواء كذا قبل الايرون ثرون. في سؤال هنا مثير للاهتمام دبليو سي يقول من هو اعظم فارس بالكينجز جارد؟ هل هو ارثر دين او بريستن سلمي او دنكن ذا تول او غيرهم؟ يعني خلينا نضيف يعني للسؤال فرسان غيرهم، اعطنا رايك ركان. ما اقدر اعطي رايي الاشياء او الفرسان، انا ما شفتهم يقاتلون قدامي، لكن اللي تفضلوا بعض افضل ارثر دين بلا شك، يعني ارثر دين كانوا يعني ولاء وعجبني. انا مثلك افضل ارثر دين. ممكن لو ارثر كان موجود بترايدنت كان يرجح كفه ريجار، ممكن كل شيء وارد. انا افضل ارثر دين كفارس يعني، بس انه ما اقول انه هو الاقوى، بس افضله كذا شخصيا. بريستن سلمي له يعني اشياء بطولات سواه قوي جدا، بس هذا الجواب يعني كلنا نفضل ارثر دين. طيب في سؤال ما جاوبنا عليه اللي يقول في سؤال باليوتيوب من عماد يقول طبعا يشكرنا على المحتوى الجميل، شكرا يا عماد. بعدين يقول سؤال يعتقد الكثير قبل يتكلموا عنه لكن للآن ماكو تفسير منطقي، هو بعض العوائل بالرواية موجودة من آلاف السنين ولكن تعدادهم قليل جدا، هل يعقل أن عائلة عريقة مثل عائلة ستارك تعدادها 8 أشخاص فقط ولو ماتوا خلص انقرضت هذه العائلة؟ أي المنطق؟ بصراحة جدي اللي صار له 100 سنة يملك من الأحفاد ما يفوق 50. الله يحفظك جدك ويحفظ الأحفاد. سؤاله أنت تشوف إن سؤاله منطقي إنه عوائل تمتد صور الآلاف السنين وتنقرض بليلة وضحاها بالمسلسل، فوش رأيك عبد الله؟ شوف في جواب له شقين. بالرواية هو الظاهر إنه يقصد الرواية ما بمسلسل، لأن المسلسل مخربينه، بس خلينا نجاوب عليه بالرواية. هو شيء إن جورج ما يكتب عن تقدر تقول التاريخ، العرب معروفين ما شاء الله إنهم ممكن النسل ايه بس هو يكتب عن العصور الوسطى ببريطانيا وأوروبا، لذلك أتوقع في اختلاف كبير بالنسبة للعوائل وبالنسبة لتعدد والثقافة وتعدد الأفراد وغير هالكلام. بس خلى الكلام ذا على جنب. هل صحيح أن العوائل أعدادهم قليلة؟ نجي نمسك فرضا ستارك اللي أنت رجعت عنهم. ستارك لهم ثلاث عوائل من شق يعني تابعين لستارك، عيال عم تقدر تقول. الكاستارك موجودين بالرواية وعندهم قلعة وعندهم أبناء وأحفاد، والكاستا والجريستارك عائلة انقرضت بسبب التمرد، لذلك لو تشوفها من الناحية دي ما هم قليلين أبد، يعني عندهم ثلاث عوائل من شقة من عائلة واحدة. عندك بالجنوب الفري أعدادهم كثرة تراب. لا خلنا على ستارك. خلنا على ستارك أوكي. لا بس إنه نتكلم عن باقي العوائل بعدين، بس على ستارك إنه كذلك البيئة بالشمال قاسية و ما في موارد كثيرة بالشمال، ما فيها موارد غذائية أقصد كثيرة بالشمال، فيكتفون بابن ابنين ثلاثة، بما أنه الأول راح يورث القلعة واثنين الباقيين إما أنهم يصيرون فرسان أو ينضمون للنايت ووتش كتشريف، لأن ستارك أصلا يقدسون مسألة النايت الخدمة على الجدار بالضبط يصيرون أفراد من النايت ووتش، فكثير من أبناء ستارك يخدموا. إحنا شفنا أنه نيد ستارك كان هو الابن الثاني، فما كان الوريث الشرعي او ما كان الوريث الوينترفيل. لما صار وريث الوينترفيل بنجن انضم للنايت ووتش، بمعنى انه ما راح يتزوج وينجب ابناء، فالنسل حق بنجن راح ينقطع، فيبقى عندنا النسل نيد ستارك هكذا. يعني غالبا انه الابن الاول هو اللي راح يورث، والابناء الثانيين اللي يصير فارس او اللي يصير بالنايت ووتش. هذا بالنسبه للشمال، لان الشمال وضعه مختلف عن باقي الممالك، مختلف يعني عندهم طبيعه الحياه قاسيه، عندهم مواد غذائيه كثير. اذا جاء الوينتر يعني عندهم يشيلون هم الشتاء لانه جدا متعب ولا في اكل ولا في، يعني يا الله العوائل الكبيره حتى يعني سكان المناطق الجبليه اللي بالشمال يرسلون عوائلهم للوينترفيل الوينتر تاون عشان يمديهم قرية الشتاء اللي عند وينترفيل. بالمناسبة راح نشوفها بالسيزون الجاي لأن طلعت لي أكثر من صورة. صحيح. بزروا أو بتريلر. وفي برضه الكبار بالسن يروحون يصيدون ولا يرجعون علشان يوفرون أكل لأهلهم. لذلك التضاريس بالشمال مختلفة عن باقي المناطق. باقي المناطق مثل الفري أعدادهم جدا كثيرين. والدورفري يمكن عنده 20 او 30 ابن وحفيد. لانستر كثير. كثير عندهم عائلتين من شقه، من عائله اسمها لانستر في لانسبورت، اعمام كثير، 3 أعمام الظاهر فيه بالروايه. التيريل فيه عائلتين. لذلك بالجنوب الحياه اسهل، تشوف كثره بالاعداد عكس الشمال، لذلك هي منطقيه لو تدقق وتفكر بها بالروايه، بالعكس جدا منطقيه. طيب واخر سؤال عندنا يقول سلطان التويجري: انتم تتاخرون علينا، ما يصير والله، معقوله فريق عمل كامل ما يقدر يخلص فيديو باسبوع؟ خذوها كعتاب محب وشكرا لكم. عتابك على العين والراس، بس انه بوضح شيء، احنا تراه قناه وستروس اللي نشتغل على مقاطع بالمونتاج يعني 2، انا وابو طلال، لذلك أنا إذا اشتغلت على مقطع، فرضنا مقطع الأخير على الأذرز والآخرون، أنا أشتغل عليه كامل مونتاج الحالي، ما يجي أحد يساعدا، لذلك أخذ وقت بالمونتاج من كتابة وتسجيل ومونتاج. لذلك ونفس الكلام أبو طلال، إذا جاء اشتغل على مقطع يمنتجه لحاله. وعندنا عبد العزيز ودي أضيف حاجة عبد الله ولا أقطع واردك، إنه واقع تجربة أرى إنه المقاطع الصوتية المونتاجة أصعب بكثير من إني أوقف قدام الكام وأسجل. صحيح. يعني أنا جربت الحاجتين في قناتي، وصراحة كرهت مسألة المقاطع الصوتية، كريهة جدا بمسألة المونتاج، مرة متعب. لما أوقف قدام الكاميرا وأقعد أسجل أسهل لي بكثير من إني، يعني ممكن أحتاج ضعف الوقت بالمونتاج لما أسجل، لأنه على ما قلت أنت بالمونتاج لازم تعبي الصورة فاضية، ذي صور مقاطع زي كذا، عاد الواحد يقعد يتفنن، أهتم بجودة الصوت. لأنه المنتج اللي راح يطلع للمشاهد هو صوتي ما هو صوتي صورة، فلازم أهتم بجودة الصوت. فعموما المقاطع الصوتية مرة متعبة وجميل جدا. يعني الحين قناة وسترس قاعدين مقطع كل اسبوعين وكل 3 اسابيع، فشيء رهيب. واحتمال قريب ينزل مقطع عبد العزيز يشتغل. احنا اللي بالقناة ترى نشتغل 3 بس، لا فريق عمل كبير ولا 2 يمنتجون وواحد عبد العزيز هو معنا ومع كشكول، لذلك ما هو حتى دايم فاضي. احنا كلنا برضو ننشغل وكذا، لذلك على قدر استطاعتنا. مثلك ركان دايم تلقى يجونك يسألونك نزل بس انت تحاول على قدر استطاعتك. انا مقطع اسبوعي ويلا يعني صعب مره بالضبط يعني. بس انه ان شاء الله بيجي مسلسل ونسوي لا قناتنا ولا قناة ركان، بنسوي ان شاء الله شغل يليق بالموسم الاخير. طيب الى هنا وصلنا لنهايه المقطع، جاوبنا على تساؤلاتكم، وبالمقطع الماضي شيكوا عليه تناقشنا مواضيع مختلفه تخص جيم فرونس والروايه. ان شاء الله جازكم المقطع، وحاب اشكر ركان على تواجده الجميل، اضاف لنا الكثير اليوم بتواجده معنا بالبودكاست. وشكرا لك ركان على تواجدك. والله شكر لك يا حبيبي على هذه الفرصه الجميله، قدرنا نقدم محتوى ان شاء الله انه جيد للمستمع وللمشاهد، ومحتوى يضيف للمحتوى العربي للفاست فاير وان شاء الله يعني تطلع حلقه جميله يعني يستمتعون ان شاء الله. طيب الى هنا وصلنا النهايه، نشوفكم على خير ان شاء الله، في امان الله.